أنا لست الضحية، وإنما أنا المسؤول عن حياتي. عادة أغلبنا يشعر بأنه هو ضحية في جانب ما من حياته. ممكن نشعر أنه إحنا ضحية الأهل، العائلة اللي ولدنا بيها، سواء كانوا غير متعلمين كفاية أو فقراء أو متعصبين ويحدون من حرياتنا. أو ينقصهم الحب والحنية، ولهذا أحيانا نشعر بأنه إحنا ضحية. وأحيانا أخرى نشعر بأنه إحنا ضحية البلد اللي انولدنا به، وقوانينه، المجتمع ومعتقداته. ضحية بعض الأنظمة اللي ما خلتنا ندرس أو نشتغل بشيء إحنا نحبه. ضحية علاقة أو زواج غير متوازن. ضحية عمل ما نحس بأنه أخذنا به مكانتنا أو حقنا. أو ممكن حتى نكون جايبين معانا هذه الطاقة victim energy من تجارب سابقة، سواء في هذه الحياة أو قبلها. فهذه الطاقة راح تخدمنا وراح فعلا تشكل ظروف وأحداث تثبت بأنه إحنا ضحية. وراح تستمر هذه الأحداث تتكرر باختلافها، لكن دائما راح نحس بأنه إحنا ضحية. ليش؟ لأنه إحنا حاملين معانا طاقة الضحية. فخلونا الآن من هاي اللحظة نتحرر من دور الضحية، نتحرر من طاقة الضحية، ونختار لو حبينا بأن نكون إحنا المسؤولين عن حياتنا. لأنه فعلا كل شيء في حياتنا موجود هو باختيارنا، سواء بطريقة واعية أو لا واعية، لكن طالما موجود إذن أنا بطريقة ما اختاريته. وكوني حاملة معي طاقة الضحية، فإذن اختاريت بأن أكون ضحية. أما الآن لما راح أحرر هذه الطاقة وأحرر دور الضحية وأبدي أخذ المسؤولية الواعية عن الواقع مالتي، عن حياتي وخلقي لهذا الواقع. لما أقول أنا أحرر دور وطاقة الضحية وأخذ نفس عميق وأستشعر هذه الحرية، ساعتها ما راح أشعر بالأسى على نفسي، لأني ببساطة راح أقدر دائما أختار تجارب جديدة.
وراح أختار ألعب دور الماستر بدل من دور الضحية. بالحقيقة ماكو شي غلط في حياتي، هي مجرد تجارب أقدر أختارها مرة ثانية، وأقدر أختار تجارب أخرى. فبعد أن أحرر دور الضحية وطاقة الضحية، راح أقدر ألعب دور الماستر اللي يختار تجاربه بوعي واستمتع. فأنا أبدا لست ضحية، كل شيء موجود في حياتي باختياري. ودائما راح أقدر أغير اختياراتي. نفس عميق، نودع دور الضحية ونستقبل دور الماستر.